ومن جديد جاء المبعوث الممي لليمن هانس غروندبيرغ في حاطة جديدة له قدمها أمام مجلس الأمن الدولي يستعرض فيها الأوضاع في اليمن، لكن لم تكن عند مستوى الواقع الذي تشهده الأراضي اليمنية. كما أن استمرار غروندبيرغ بوصف ميليشيات الحوثي الإرهابية بأنصار الله رغم إقراره بجرائمها يصنع مساحة من التساؤلات حول جدية الموقف الأممي مع هذه الجماعة المرقة ومستقبل شكل الدولة بعد الحرب. إحاطة جديدة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن عبر تقنية الاتصال المرئي، تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبرا مفاوضات مسقط الأخيرة بين الرئاسي والحوثيين ساهمت في تفادي أزمة حادة، وأتابع حديثه ليناقض ذاته، فإن الوضع الحالي غير مستقر، والأوضاع الاقتصادية لأغلبية الشعب في اليمن تستمر في التدهور، لتصبح جولة مفاوضات مسقط مجرد وسيلة لإنقاذ ميليشيا الحوثي من موت بطيء تسببت فيه الإجراءات المالية والمصرفية للعاصمة عدن. وعلى المستوى العسكري، أقر غروندبيرغ في إحاطته بأنه لم يطرأ أي تحسن على الوضع العسكري منذ إحاطته الأخيرة، وأعلن إدراكه بأن هناك أنشطة عسكرية مثيرة للقلق على خطوط الجبهات إلى جانب تصاعد الخطاب بين الأطراف المتنازعة، لكن تقرير هانس المقدم لمجلس الأمن لم يستعرض حقيقة تلك الأنشطة العسكرية ومن الذي يواصل تصعيده العسكري ضد محافظات الجنوب، ليظهر لنا خطاب هانس متخاذلا تجاه ميليشيا الحوثي وفاقدا للجدية يقول مراقبون. إحاطة هانس لا يمكن لها أن تتجاوز الدعوة بمطالبة ميليشيا الحوثي أو كما يصفهم بأنصار الله بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في صنعاء، لكن وبالنظر للواقع فإننا نرى تسابقا أمميا ودوليا لعقد لقاءات مع ميليشيات الحوثي الإجرامية والتأكيد على مواصلة العمل معها، فكل ذلك جعل لمن ينظر للدور الأممي باليمن يراه بأنه أحد أسباب إطالة أمد الحرب نتيجة عدم ممارسة ضغوط جدية ضد ميليشيات الحوثي وفق متابعون. هانس غروندبيرغ برر عدم الوصول إلى نتيجة في عملية السلام في اليمن نتيجة الحرب المستمرة في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، يوصفها أن ذلك يعقد من جهود إحلال السلام، ليؤكد بعد ذلك استمرار التواصل مع الممثلين المعنيين بشأن خفض التصعيد في القطاع المصرفي وشركة طيران اليمنية رغم ما تنتهكه ميليشيا الحوثي في آخر اتفاق بشأنهما. وفي الأخير، يبقى التراخي الأممي مع الحوثيين يتيح للميليشيات ممارسة الأعمال الإرهابية وتهديد استقرار المنطقة ما لم تتجه المنظمة الدولية إلى مسارات أكثر جدية وصرامة تجاه الحوثيين وداعمهم، والابتعاد عن الخطابات التي تشرعن تلك الميليشيات بعدم وصفها وصفا جريئا يليق بجرائمها ويضع حدا لانتهاكاتها التي تطيل أمد الحرب وتفاقم من المعاناة الإنسانية.